صباح الخير يا استاذه. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تشربي حاجه يا استاذه؟ عندك ايه؟ عندي حاجه حلوه جدا. عندي لاتيه. احلى لاتيه للاستاذه. لا, لا 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 بلاش لاتيه. عندك حاجه تانية؟ ايه ده بلاش لاتيه؟ خلاص بلاش بلاش مفيش حاجه خالص. مفيش مشاريب عشان تبقي تقولي لا. عشان تبقي تقولي لا. عشان تبقي تقولي لا. علشان تبقي تقولي لا. عشنا وشفنا التهديدات بقت كده عيني عينك في الاغاني. الاستاذ تميم يونس طبعا ما احنا لازم نقول اسمه بالكامل ليردح لنا ولا حاجه. عمل اغنيه اسمها لوحده كارثه. سالمونيلا. انتوا عارفين اساسا سالمونيلا دي يعني ايه؟ يعني ده مرض او نوع بكتيريا بيصيب الحيوانات بس وممكن يجي للانسان لو اكل حاجه مش نظيفه او شرب ميه او قعد في مكان مش نظيف. ايوه هي البطاقه دي. انتوا متخيلين هو دعا عليها بايه؟ روح يا شيخ وانت دعوتك مستجابه قوي. المهم قصه الاغنيه ببساطه انه راح كافيه فشاف بنت بتشرب لاتيه. ان شاء الله مركز في اللي هي بتشربه كمان. وحابب يتعرف عليها وعاوز ياخد رقم تليفونها. ولو رفضت مش بس هيدعى عليها بمرض السالمونيلا، لا ده هيردح لها ويشتمها بطريقة مش لطيفة خالص. من قلت لي رأينا على أبو شكلك بكرة يقابلك حد يقول. من هنا بقى بقول نصيحة لكل البنات، ياريت نبطل نشرب لاتيه أساسا. أقول لكم ياريت ما نروحش كافيهات علشان ما نقابلش اللي زي الأستاذ تميم. ولو اضطرينا نروح وطلب رقم تليفونك ياريت ما نقولش لا. طب أقول لكم نصيحة تانية، روحوا اشربوا كافي في اون ذا ران. نشرب كافي في اون ذا ران مش ممكن، بدل ما تروح في الشارع الناس كلها هتضايق. يا دي النيله. طب بلاش، انا اسفه، بلاش انذران. اقول لكم اسمعوا كلام الفنان الكبير الاستاذ حماده هلال واشربي شاي. اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. في الوقت اللي الاستاذ تميم عمل اغنيه وشرط فيها للستات، لكن في حقيقه بتقول ان الرجاله دايما بتتهزم قصاد الحب. وده اللي حصل مع الفنان محمود العسيري لما اتجوز للمرة الثالثة. وطبعا نشر صور فرحه وكمان صور شهر العسل وشفناها كلنا. الجميل في الموضوع مش انه اتجوز للمرة الثالثة، ما تفهمونيش غلط، الجميل انه قال على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، قال انه كان طول الوقت بيغني اغاني زي تبات ونبات والفستان الابيض واحساسك ايه النهارده، ودي كلها اغاني كده مليانه بالحب والاستقرار، وكان نفسه ان هو يعيش الاحاسيس دي في الجوازتين اللي قبل كده، بس هو للاسف ما لقاش الحاجات دي. وقال كمان ان مش مشكله ان احنا نفشل، لكن المشكله ان احنا نصر على الفشل، وان مش شرط يكون حد من الطرفين هو اللي غلطان. والله كلام جميل ومنطقي. وده معناه ايه بقى؟ معناه يا جماعه ان اي حد ما وفقش في الكام جوازه اللي اتجوزهم ما يفقدش الامل، ان شاء الله يلاقي الحب والاستقرار في الجوازه رقم 20. ثلاثة على واحد ايه؟ يا دوب. أربعة على واحد ايه؟ وده بيفكرنا بالقيصر حسني عبد الرب، اكتر واحد بس الدبله كل ما كان بيجيب جون او ضربه جزاء او حتى يلعب اول، وفي الاخر اكتشفنا انه طلق الدبله واتجوز دبله جديده. الرابع من حسني عبد الرب. الظاهر بقى ان مشهد الاحضان وما شابه بين الولد وحبيبته ما بقاش شيء غريب عند الناس. وده يمكن اللي حصل لما شفنا الولد اللي حضن حبيبته قدام مدرسه ابو حماد في محافظه الشرقيه. المشكله ما كانتش في الحضن خالص، كل رواد التواصل الاجتماعي كده كان كل همهم في الجملة اللي قالها في نهاية الفيديو. ما شاء الله على الرجولة. لا معلش عدت منك دي، المفروض تقول اللي هيقرب لها هقطع له وشه. لا مؤاخذة يا ابو التوأم. الحوار ده مات. عارفين بقى الأغرب من موضوع الأحضان ده ومن الجملة اللي قالها في نهاية الفيديو؟ تعالى. الطبيعي في موقف زي ده رد فعل الاهل عند البنت بيكون طبعا كلنا متوقعينه، لكن اللي حصل كان غير متوقع تماما. الاب ببساطه طلع وقال ان ده خطيبها، وان اللي حصل قدام المدرسه ده كان بشكل عفوي تماما، وانه كان مسافر ورجع من السفر. شكلنا وحش قوي على فكره. طلع خطيبها يا جماعه، احنا متسرعين دايما. يعني كانت وحشه مفيش اي مشكله خالص. يلا يعني احضان مشروعه وراجل يا حسام، طالما ان بابليك ومفيش فيلينج يبقى واي نوت يا حاج. سو وات، ادخل في حياتها ليه؟ من الاحضان المشروعه للاحضان المشروعه برضه، بس عند الراقصه جوهره. خش خش، ده جوهره مستنياك من الصبح. خش اجري اجري، يلا يلا.
اتكل على الله دي جوهر. اللي اتسرب لها في الفترة الأخيرة أفلام إباحية، مش تسكت، لأ تطلع لنا بتصريحات مستفزة جدا، تقول أنا صاروخ وبحب الرجالة. إلهي يا رب يجيلك صاروخ زي بتاع الأستاذ عادل إمام كده في فيلم السفارة في العمارة. ما تبرغيش قوي كده. ومن بدل الست جوهرة اللي تقريبا ضد البرد للجو البرد اللي كل الناس بقت محتارة، يا ترى الجو ده محتاج إيه؟ هل هو فعلا محتاج حب؟ ولا محتاج كلسون؟ لا الجو جميل مش محتاج اي حاجه. ايه ده؟ لا حضن كلسون اكيد مش هحط حاجه جنب الكلسون يعني. حضن ماشي، كلسون ليه يعني؟ محتاج جاكيت عادي. جاكيت جاكيت وبنطلون تمام عادي طبيعي بس. اعتقد كلسون افضل. كلسون افضل. كلسون اهو. حضن ممكن ما يعملش حاجه فعلا. هو محتاج غطا يعني. لا يعني تقريبا يعني لا كلسون يعني. كلسون اخي كباب كلسون مش حضن. لا هو لو على حضن لا يبقى كلسون افضل. بص انا ما بحبش الكلاسين فلو حضن قشطه. انا بمشي ببطانيه في البيت بس خلاص، هو محتاج بطانيه. بمشي والله بمشي كده، بمشي بالبطانيه، بلبس كل حاجه في البيت اللي باخده قدامي بلبسه. ولاكلوك بقى وكام شربات ولاكلوك وكده. اوريلك صوره الاكلوك والله احمر كده ودبدوب كده وصغنطوط كده صغنطوطي كده. صراحة الاثنين يعني مش حاجة واحدة، محتاج الاثنين يعني. اه كلسون عشان تتدفى وحضن برضه عشان تتدفى برضه، بس الحضن اقوى اقوى قوي. بتحس الحماس كده بتقولها. يا ريت. نصيحة بقى للبنات البردانة، لو اداك الكلسون قصدي الجاكيت بتاعه اوعي تتجوزيه ده. لو صاحبتي ماشي اديها الجاكيت يعني. طب ما لو اديت الجاكيت بتاعي انا هعيا. صح صح. لا هو عادي يعني. لا لا حرام، ممكن نخمس في الجاكيت يعني. انا شويه هو شويه كده يعني. خمس زي تخش من تحت الجاكيت يعني. لا اديله الجاكيت شويه بعد كده اخده شويه نخش ازاي. اه انا بنكه على طول تقريبا لسه من امبارح. ده ايه ده؟ ده فيش كلام اتمنع من التمرينات. بس لا كانت سعاده بجد. كانت سعاده يعني. وانا كنت حران صدفه. فانت قلبك حاسس بيها. اه انت قلبك قاسي. انت قلبك قاسي قوي قوي. انت مش لا طبعا. ليه؟ انا ببرد بسرعه قوي صراحه يعني، دي حرام يعني. يعني مش تديها الجاكيت بتاعك؟ هعمل لها كده. ايه ده يعني؟ خد بالك ما تيجي بقى. استنى انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لان انا مش متعوده على الحاجات دي. خدني واحده واحده. انا طبعا انا على العلوليه ولا ايه علي؟ ايوه انا مال انا افضل اللبسية. هو اللي قال علي انا مش تيجي له يبرد بقى يعني مش مهم. انا مال انا مال يا عم بدايه. علشان لو قلع الجاكيت بتاعه هيجيله برد وتجري على الفيسبوك تكتبي بوست زي اللي عملته كده الفنانه رشا مهدي لما محمد صلاح جاب جول وقلع الفانيلا. راحت كاتبه بوست بتقول فيه ما تقلعش في البرد تاني يا قلب مصر، بس نسيت تقول ما تنساش تغطي صدرك بجرايد وتلبس فانيلتين معكوسين وتلبس ثلاث كلاسين وما تنساش اللكلوك وانت رايح انفراد على الجول. العالم اللي عامله زيطه وزمبليطه على ان الستات بتحلوي بعد الطلاق، عايزه اقول لكم ان الهاشتاج ده تحديدا مكمل معانا طول حياتنا. ما هي حالات الطلاق ما بتخلصش وبيتجدد كل مره بتحصل فيها حاله طلاق لفنانه، وبتطلع بعد الطلاق متانقه وجميله، فالناس تفضل تقول الست بتحلوي بعد الطلاق، الست بتحلوي بعد الطلاق. وده اللي حصل مع الفنانه اصاله لما اتطلقت من المخرج طارق العريان، وكانت في الحفل الاخير اللي هي عملته متانقه جدا وجميله قوي، فالناس فضلت تقول ان الست بتحلوي بعد الطلاق كانه اعلان كريم لتفتيح البشره. يا جماعه الستات ما بتحلوش بعد الطلاق ولا حاجه. عايزين تعرفوا الستات بتحلوي ازاي؟ تعالوا اقول لكم. بالفلوس. وعلى فكرة الرجالة كمان بتحلو بالفلوس. شكرا. فلوس تعلي توطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس. طبعا ده مش غريب اللي احنا بنسمعه. الأستاذ يونس تميم، هو اسمه يونس تميم يا جماعة، تميم يونس سوري، اكتشفنا في الآخر انه كان اصلا متجوز الدبلة وطلقها واتجوز دبلة جديدة. مش كده خالص. انه طلق الدبله. ايوه ماشي. مع ايه؟ مؤاخذه. انا كنت اقول له معذره. ونصيحه بقى للبنات البردانه، لو اداك الكلسون سوري